كملين معك مشاهدي سوبرا تي في بفقراتنا، ومثل ما نعرف كمان انه الكشاف هو اخلى كل كشاف، وايضا عم ينمي ثقافيا وبدنيا الشباب واحيانا دينيا، وكمان له دور كتير كبير بالمجتمع، مثل وعند غياب الدولة هو يكون المؤسسة يلي العالم يفرحوا لما يشوفوه، وخاصة الفرقة الموسيقية، وكمان عم يكون عندن حس الإنسانية والمبادرة دائما، وما عم يقصروا بأي شيء. لحتى نعرف أكثر عن كشاف بيت لحم استضفنا معنا اليوم الأستاذ جوزيف دنحو، قائد مجموعة الكشاف المبتدئ ومدرب عزف القرب ب مجموعة كشاف النادي السرياني ببيت لحم. أهلا وسهلا فيك شيف عبر شاشتنا سوبرا تي في. أهلا فيك. شكرا. شيف، بالبداية تقدر تخبرنا عن كشاف بيت لحم أو ما يعرف بكشاف السريان، أي متى تأسس وإيش هن تشكيلاته والفرق المتواجدة فيه؟ هلا إحنا مجموعة كشاف النادي السرياني بيت لحم. إحنا الكشاف تابع للنادي السرياني في بيت لحم. طبعا احنا متعارف علينا عند اخواننا في سوريا ولبنان كشافة بيت لحم، بس احنا اسمنا مجموعة كشافة النادي السرياني بيت لحم. تأسست المجموعة سنة 1958 بجهود بسيطة من افراد الطائفة. كان الهدف تجميع الشباب والبنات والاطفال في مؤسسة تجمعهم، والكشاف كان هو احد الخيارات الناجحة لهذا الموضوع. الكشاف عندنا بتسلسل هرميا من قائد المجموعة والنائب، بعدين بيجي عندنا الفرق الكشفية الموجودة في المجموعة، من جوالة، كشاف متقدم، كشاف مبتدئ، أشبال، زهرات، منجدات، وكل فرقة إلى القائد تبعها ونائب القائد تبعها، وكمان عندنا في قائد بيكون عندنا قائد عزف وأقسام ثانية في المجموعة إعلاميا. تمام شيف. شيف، مثل ما نعرف كمان انه الشيء اللي عم يميز كشاف بيت لحم هو الفرقة الموسيقية، تقدر تحكي لنا اكثر عن الفرقة الموسيقية لكشاف بيت لحم، اي متى تأسست وايش الشيء اللي خلاها تكون مميزة عن الفرق الثانية؟ هلا الفرقة الموسيقية فرقة عزف الإرب بلشت الفكرة انه بعد تأسيس الكشاف سنة 58 كان عندنا هون الحكم الأردني في بيت لحم والضفة إجمالا فلسطين، فكان الجيش الأردني يعزف على القرب اللي هو أخذها عن الجيش الإنجليزي. فأفراد عندنا في المجموعة لاحظوا هاي الآلة الرائعة يعني، وفي عندنا كم من فرد تم تدريبهم عن طريق الجيش الأردني ونقلوا الخبرة من الجيش الأردني لمجموعتنا. بسنة 64 توجهت مجموعة عنا من أفراد الطائفة للبنان، واشتروا مجموعة من القرب اللي هي موجودة لهلا عنا في المجموعة اللي هي بنستعملها لحد الآن. طبعا شرينا قرب إضافية مع الوقت، بس لسه القرب اللي اشتريناهم سنة 64 موجودات في الكشاف لهلا بنستعملهم. فكانت يعني الآلة هاي انتقلت من الجيش الإنجليزي للجيش الأردني لمجموعة كشافة النادي السرياني، ومع الوقت يعني صارت هي عبارة عن إشي بميز طائفة السريان في بيت لحم، وإحنا من أول المجموعات في المنطقة اللي عزفنا على هاي الآلة كمجموعة كشفية. تمام. تفضل. وكمان لما انتقلت السلطة الفلسطينية هون بعد سنة 94 اعتمدونا، لأنه ما كان في عندهم فرقة موسيقية، فصرنا الفرقة المعتمدة لاستقبال الوفود والرؤساء وإلى آخره، لأنه كان اسمنا يعني كتير لامع في العزف هاي الآلة. تمام. شيف، ذكرت أنه الشيء اللي عم يميز فرقة كشاف بيت لحم هي آلة القربة، وأنتن اعتمدتن عليها وعلمتن كذا شخص حتى تكون متداولة، ليش اخترتن أو اعتمدتن على هاي الآلة ومو على آلات تانية؟ ما أنا اللي كنت يعني نفس الحكي اللي كنت أحكيه، إنه إحنا توارثناها وصارت جزء من طائفتنا، يعني من ثقافتنا عندنا هون، والعزف عليها مميز جدا يعني. يعني حتى يعني بالنسبة لنا صار هي زي إشي ملتصق بطائفة السريان بيت لحم. يعني عندنا فرقة تانية في المجموعة هي فرقة الإيقاعات، بتيجي خلف فرقة الإرب عادة في الاستعراضات.
بس الإشي المميز عندنا في فرقة القرب، إنه فرقة في مجموعة كشاف نادي السريان هي فرقة القرب. وبصراحة يعني قديش أجا مجموعات على بيت لحم، عندنا كثير مجموعات في بيت لحم فلسطين، ما في مجموعة عزفت على الآلة مثل مجموعة كشاف النادي السرياني بيت لحم. تمام. شيف، ذكرت انه عم يكون في ايقاعات ما بعد آلة القربة، هل انه من المفروض نعم. او من الضروري انه يكون او يرافق آلة القربة ايقاعات معينة او لا؟ وشلون عم يكون النسيج الموسيقي عندكن بالفرقة؟ هلا اجمالا العزف على القربة ممكن يكون بدون ايقاعات، بس عشان تعزفي في الشارع يعني في استعراض لازم يكون في ايقاع. ففي عندنا احنا مع فرقة الإيراب في فرقة ايقاع بترافقها دائما من طبل، نحكي له طبل البيس اللي هو الطبل الكبير، للسنيرات، للتينورات والى اخره. هلا بالاضافه لهذا، غير فرقه الاراب في عندنا كمان فرقه في المجموعه اللي هي فرقه مختصه بس في الايقاع. تمام. شيف، مثل ما عم نشوف كمان احيانا على مواقع التواصل الاجتماعي عم يكون في استعراضات للفرقة واستعراضات لكشاف بيت لحم، شلون عم يتم التجهيز او التحضير لهدول الاستعراضات؟ وهل عم يطلق عليهم اسم اخر ولا لا؟ هلا اجمالا احنا تقليديا يعني في بيت لحم في عندنا استعراض عيد الميلاد. طبعا عيد الميلاد عندنا بيكون عيد ميلاد غربي اللي هو على اللاتين، الطوائف اللي بتتبع التقويم الغربي، وفي عندنا عيد ميلاد الشرقي اللي هو على الطوائف الأرثوذكسية الشرقية. بنشارك في الاستعراضين، وفي عندنا استعراض احنا مسؤولين عن ترتيبه اللي هو استقبال المطران اللي بخصنا احنا، نيافة المطران اللي بيجي على بيت لحم في العيد، بيجي من القدس لبيت لحم. هلا كمان في عيد الكبير، في عيد الفصح، كمان بيكون عندنا استعراض استقبال النور في بيت لحم. وغير الاستعراضين هدول الاستعراضات هم الاستعراضات الاساسيه. بنشارك في استعراضات ثانويه، استقبال، تدشين الى اخره حسب قرار المجموعه. مرات كمان نروح على استعراضات في يافا والى اخره. تمام شيف. هلا رح نبقى مع فيديو قصير لحتى نشوف كل الأعمال أو كل الاستعراضات اللي عم تقوموا فيها ببيت لحم. ومن بعد ما شفنا الفيديو أكيد رجعنا لحتى نكمل بحديثنا عن كشاف بيت لحم، ودوما نتمنى لكم التوفيق والنجاح. شيف، إذا بدنا نحكي كمان بمحور آخر لنحكي عن الحملات التطوعية، مثل ما نعرف أنه بسنة 2012 كشاف بيت لحم قام بحملات تطوعية، تقدر تخبرنا أكثر عن هالحملات وشلون قمتن فيها وإيش كانت الرسالة يلي ردتن توصلوها من وراء هذا الشيء؟
بالنسبة للحملات التطوعية، احنا بنعرف انه الكشاف غير انه في العزف، انه هدفه انه يخدم المجتمع. فبنشارك احنا في حملات تطوعية متعددة ببيت لحم. مرات الحملات هاي بتنظمها مفوضية بيت لحم وتم التعاون معها، ومرات احنا بننظمها كمجموعة. من هذه الحملات زيارة ملاجئ العجزة، تنظيف أماكن عامة، كمان مرات بنقوم بتوزيع، مثلا في رمضان بنقوم توزيع المياه مثلا في أوقات الإفطار عشان إحنا نسيج واحد في بيت لحم. في عندنا كمان في نشاطات بتنظمها المحافظة بشكل عام وتستعين بالكشاف. مثلا كل سنة بصير عندنا ماراثون في بيت لحم، فالمحافظة بتطلب عدد من يعني من كل مجموعة عدد انهم يساهموا في تنظيم هذا الماراثون، واحنا بنعطيهم دائما او عادة كم من فرد عشان يساهموا في التنظيم. تمام. شاف كمان مثل ما نعرف ومثل ما سمعنا انه ب 2019 شارك شاف بيت لحم بمخيم الجامبوري بلبنان مع مجموعات كشفية اخرى، تقدر تخبرنا عن هاي المشاركة شلون صارت؟ وعندكن مشاركات اخرى مع كشافات تانية ولا لا؟ بصراحة المخيم في 2019 كان من التجارب الكتير حلوة، أنا شاركت فيه شخصياً وكان معي أفراد من المجموعة، وكان تجربة كتير كتير مميزة إنه تعرفنا على أفراد المجموعات السريانية في العالم، وقدرنا نسوي معهم اتصالات ونشاطات متعددة. وكان الهدف كمان منها إنه إحنا نساعدهم في التدرب على آلة القربة، وكنت أنا المسؤول عن الموضوع هذا، وقدرنا نوصل لحد ما انه نعرفهم على الآلة وندربهم بشكل مبدئي. بالنسبة لنشاطات مع مجموعات أخرى، كمان دعونا إخواننا بالسويد، جمعية الكشاف السرياني بالسويد، دعونا بعد المخيم سنة 2019 نفس السنة بعد المخيم، رحنا على السويد وسوينا استعراض كشفي بالسويد، وكمان سوينا استعراضات كشفية بأوروبا، بسلوفاكيا، بألمانيا، وبالسويد كمان. تمام. شايف كمان بمخيم الجامبوري اللي صار بجبل لبنان مع مجموعات كشفية أخرى، أنتن كنتن عم تدربون على آلة البدالة، ليش تقصدتن هاي الآلة ودربتن عليها؟ وأنت كمان خلال حديثك ذكرت أنه دربتن على آلة القربة، هل آلة البدالة عم تدل على نوع مثلا أو شيء يدل على ثقافتكن بكشاف بيت لحم؟ هلا هي مش البدالة، هي بدالة القربة للتدريب. هلا القربة هي آلة كبيرة أو ضخمة، ما بنفع الشخص يتدرب عليها مباشرة، ففي البدالة الصغيرة للتدريب اللي هي بندرب عليها التدريب وبعدين بطبقها على القربة. يعني هي نفس الآلة بس هذه مخصصة للتدريب، نحكي لها البدالة أو في الإنجليزي بنقول لها براكتس شانتي. طلبنا منهم قبل ما نروح على لبنان، كان في تواصل، وطلبنا منهم شراء هذه الآلات، وقمت تدريبهم عليها على أساس إنه هذه هي الـ يعني مفتاح التعلم على آلة الكمبيوتر. تمام. شيف كمان هل خلال عزف كن عم تعزفوا على معزوفات سريانية؟ وإيش هو المبدأ أو الاستراتيجية لحتى تحافظوا على التراتيل والأغاني السريانية؟ هلا بشكل عام نحن بنعزف بعض المعزوفات السريانية بس مش كثير، يعني مش معزوفات كثيرة. احنا من يعني مثلا في عندنا تراتيل دينية بس لا بتيجي لمناسبات معينة، وفي عندنا كمان في عزفنا مثلا دوري ديلان، في عزفنا نحن كولن سوريويه. بس المشكلة مرات بتكون إنه مش كل المعزوفات تقدر تطبقيها على آلة القربة، لأنه آلة القربة في لها سكيل معين وفي بعض المعزوفات ما بتقدر تطبقيها. فعشان هيك يعني بس إحنا إيش بيكون في متاح إنه نعزف أغاني سريانية، دائما إحنا بيكون عندنا الدافع إنه نقدمها. تمام. شايف كمان عند لما عم ت... عفوا لما عم تجتمعوا مع أفواج أخرى مع مجموعات كشفية أخرى، ولما عم يصير الاجتماعات بين الكشافات العالمية والإقليمية، شلون عم يتحضر لهذا الشيء أو شلون عم تتواصلوا مع بعض لحتى تجتمعوا؟ وهل هذا الشيء عم يفيد بتبادل الخبرات والمعلومات بيناتكن؟
هلا احنا بالنسبه لنا ببيت لحم في عندنا مفوضيه الكشاف بيت لحم، اللي هي بتجمع جميع قاده من جميع المجموعات الموجوده في بيت لحم، وبصير اجتماعات دوريه وتنسيق بين المجموعات. بس طبعا التنسيق بيكون كشفي وليس موسيقي. طبعا كشفي بالنسبه لنشاطات كشفيه وبالنسبه لاستعراضات كشفيه، بس موسيقيا احنا منفردين في نشاطاتنا. بالنسبة للمجموعات السريانية في العالم، احنا برعاية نيابة سيدنا مار أنتيموس جاك يعقوب، أعاد تنشيط الكشاف السريان العالمي قبل فترة وتواصل معنا، وفي عندنا قائد من المجموعة عضو في الكشاف السرياني العالمي، وفي تواصل بيناتهم وتنسيق للنشاطات المختلفة. تمام. شيف، إذا بدنا نحكي بالمحور الأخير وبمحور آخر عن المبادرة أو عن الشيء اللي قمتنه لحتى تساعدوا الأهالي المتضررين بالزلزال اللي صار بسوريا وتركيا، شلون عملتن هذا الشيء؟ وتقدر تحكي لنا عن المبادرة اللي قمتن فيها؟ احنا قبل اسبوعين كان في عندكم لقاء على قناة سبورو مع القائد شكري جرياس، تمام. حكى عن الموضوع هذا. احنا في بيت لحم ككشاف ما قدرنا نسوي حملة تبرعات بالشارع، في عدة اسباب. اول سبب انه نحن طائفتنا كتير صغيرة، يعني تقريبا تجاوزوش ال 1500 شخص تقريبا. تاني سبب، في كثير مؤسسات اشتغلت على الموضوع هذا في بيت لحم، يعني كل مؤسسة وكل طائفة بتشتغل مع طائفتها، يعني ما في عندنا مثلا نشاط عام لجميع الشعب. تمت التنسيق بين نيابة المطران أنتيموس جاك يعقوب سيدنا وجمعية مار أفرام السرياني ببيت لحم، على أساس إنه يتم جمع التبرعات عن طريق الجمعية وإرسالها لسيدنا، عشان عملية إرسال التبرعات من بيت لحم أو من أي منطقة عندنا هون لسوريا كتير كتير صعبة، خصوصا يعني ماليا وعينيا. تمام. فتكفلت الكنيسة بإرسال هذه التبرعات، وعشان الكشاف ما قدر يقوم في عمل، يعني عمل تطوعي في هذا الموضوع، كانت الدافعية إنه يقوم مثلا الكشاف بتقديم مبلغ عيني من خلال هذه التبرعات. تمام. شيف، مثل ما نعرف كمان بكل مؤسسة عم يكون في صعوبات أو معوقات عم تواجهن، أنت ككشافة بيت لحم إيش هن الصعوبات اللي عم تواجهوها بالفترة الحالية؟ صعوبات، يعني هي صعوبات كثيرة بس بهمتنا يعني عم نتجاوزها. بس اجمالا يعني احنا الكشاف بنبنى على الفرد، وفي وقتنا الحاضر الفرد كتير يعني صار عنده مشغوليات ومشاغل بالحياة بسبب سوء الأحوال المالية وإلى آخره. يعني عشان انت تبني كشاف موسيقيا وكشفيا كويس، لازم الفرد يتفرغ للكشاف. المشكلة إنه في عندنا كتير شباب بيشتغلوا أكثر من شغل في اليوم، كمان في عندنا شباب بيشتغلوا خارج البلد مثلا في القدس او في محل، ما بيجوا الا يوم او يومين في الاسبوع. كمان على الشباب الصغار او الاطفال، يعني تأثير الالعاب الالكترونية والملهيات الاخرى اثرت على الكشاف. بس طبعا احنا يعني كمجموعة بيت لحم، الدافع الأقوى للمجموعة هو الانتماء، ونشكر الله يعني عندنا انتماء كبير من قبل جميع أفراد المجموعة. يعني حتى يعني في ناس كتير بتضحي في وقتها وعلى حساب شغلها عشان تتواجد في المجموعة. تمام. شيف، بنهاية حديثنا وبكلمة أخيرة، هل في شي رسالة تحب توجهها لكل الكشاف الموجودة بالعالم أجمع من كشافتكم كشاف بيت لحم؟ احنا بنوجهها لكشافاتنا السريانية بالعالم، نحن بنكبر في دعمكم، ونحن جاهزين لأي تعاون بيناتنا، وبنتمنى يعني اللي عنده أي فكرة يعرض علينا، احنا يعني صدورنا مفتوحة للجميع، واحنا كتير كتير يعني بنكون كتير مبسوطين لما بنشوف التعليقات من إخواننا السريان في كل العالم كيف بيعلقوا على صفحة الفيسبوك. يعني احنا كلنا فخر فيكم.
شكرا كثير لك شيف، واكيد نحن كمان باسم قناتنا سوبر تي في نتمنى لك كل التوفيق والنجاح وباعمال قادمه اكيد، ودوما راح نكون المشجعين لك شاف كشاف بيت لحم والكشاف السرياني بالعالم اجمع. شكرا. شكرا لك كمان ولتواجدك اليوم معنا لحتى نعرف معك اكثر عن كشاف بيت لحم. شكرا لك كثير. شكرا كثير.